أنا معايا على التليفون الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر. يا كابتن إبراهيم أهلا وسهلا بحضرتك ومليار مبروك. حبيبي أحمد الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك، كلنا في ظهركم، كلنا داعمين ليكم، أنتوا تستحقوا هذه الفرصة. واسمح لي بقى أن أنا في الظهور الأول لحضرتك بعد هذه المهمة الرسمية، الناس والجمهور عايزين يسمعوك. أبدأ برسالة من الكابتن إبراهيم وعلى لسانك طبعا، فأكيد هتبقى على لسان الكابتن حسام، رسالة للجمهور اللي كان الدعم الأكبر والأول ليكم. يعني طبعا يعني اللي أنا شايفه أنا وحسام من ساعة ما الخبر إن إحنا تولينا إدارة المنتخب، بصراحة يعني أنا بشكر الناس الطيبة، الناس الشعب المصري الجميل. مش قادر طبعا، أكيد أنت حاسس وإن بتشوف اليومين اللي فاتوا دول الناس رد فعل عامل ازاي، فده كرم من عند ربنا. يعني لما يكون في حب من الناس وفي ده اكيد جاي من عند ربنا، رساله او بيدي الناس دي انها تبقى ملتفه حواليك وتبقى سعيده ان انت موجود، وان الناس كلها بتقول لحقكم وانتوا، ودي اللي كان مستنيينها من فتره. احنا بالنسبه لنا انا وحسام بشكر الناس دي جدا، وبتخلي الحمل بقى اقوى واكبر، ان احنا حمل كبير ان احنا عايزين نفرح الناس دي. وبوعدهم، بوعد جمهور مصر ان شرف كبير لينا طبعا ان احنا نتولى اداره منتخب مصر، وبوعدهم ان احنا نفرحهم، وبوعدهم ان احنا وهم عارفين شخصيتنا، احنا هدفنا ان نجتهد ونخلص. تخيل انت في اي مكان بنشتغل فيه الحمد لله الاجتهاد والاخلاص. بالظبط. تخيل انت بقى ان انت بتشتغل تحت رايه منتخب مصر وعلم مصر، فاحنا مثلنا مصر ومثلنا منتخب مصر في كل على اكبر المحافل. فان شاء الله اوعدهم واوعد الجمهور الجميل الطيب، الناس الطيبه اللي بتحبنا بطريقه يعني انا سعيد بيها، وحاجه بتاثر فيا انا وحسام قوي. اوعدهم ان احنا نجتهد ونشتغل ونشتغل بما يرضي الله، وهنشتغل عشان نسعد الناس دي. انتوا قدها وقدود، هنعمل الصح وهنعمل الحاجه الصح وهنعمل الحاجه اللي ترضيهم، والتوفيق بتاع ربنا. انما الحاجه الثقه في ان الناس دي، الجمهور المصري عارف ان انا وحسام بنشتغل ما بنقصرش، هي التوفيق بتاع ربنا. انما ان شاء الله الشخصيه بتاعتنا والحب وحب المكسب وحب انك تبقى المكان اللي تبقى فيه في احسن حاله، دي نوعدهم ان احنا ان شاء الله دي هتبقى موجوده، وهذه الانطباع دوت اللي هيبقى موجود ان شاء الله على مجموعه اللعيبه المحترمه اللي هتمثل او تلبس تيشيرت منتخب مصر، دي هتنقلها لهم. واللي مش هيبقى وان شاء الله اللي هيبقى موجود في منتخب مصر اللي هيعرف قيمه التيشيرت ويعرف قيمه مصر هو اللي هيبقى موجود. وحته ان يبقى في دلع، في حد ان فاكر ان هيبقى منتخب مصر سهل ان يبقى موجود من غير تعب وعرق، اكيد مش تبقى موجوده، لان دي مش شخصيتنا. شخصيتنا بنحب المخلص، بيحب اللي يموت نفسه عشان عشان المكان اللي هو فيه، وخصوصا زي ما قلت تاني وبكرر من مره، مش اي مكان، ده منتخب مصر وتشيرت منتخب مصر، فاحنا عارفين قيمته كويس قوي. وهو ده اللي الجمهور بيدور عليه. ده الجمهور بيدور على كده، ان يبقى فيه روح، فيه عزيمه، بغض النظر عن النتائج، بس يحسوا ان 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 منتخبنا قدم حاجه، وده اللي كان ناقص، قيمه التيشيرت اللي حضرتك بتتكلم عليها. ايوه، هي الناس في مصر كده، الشارع المصري، الجمهور المصري عايز كده. اتعب واشتغل واجتهد واعمل اللي عليك. التوفيق ده بتاع ربنا، النتيجه دي بتاعت ربنا، بس يبقى في حاسين الناس الموجودين اللي بيلبس تيشيرت منتخب مصر بيعمل اللي عليه، بيموت نفسه، ما فيش تخاذل، ما فيش حته ان يعني لازم تجتهد، لازم تشتغل لاخر لحظه. فهي دي ان شاء الله اللي احنا هنسعى ليه، يبقى في اللي هيبقى موجود عشان هو جدير ان يلبس تيشيرت منتخب مصر بدم، بقلبه، بحماسه، بقوته، بتركيزه، بيدي شكل اداء يليق باسم مصر وباسم تاريخ مصر وبطولات مصر ان شاء الله. ان شاء الله. المفاوضات تمت وبشكل سريع، يعني الناس عايزه تعرف انه الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، هل كان في صعوبه في المفاوضات وتمت يعني في خلال 24 ساعه؟ مفيش صعوبه خالص، الناس المحترمه اللي كانوا موجودين واللي قعدوا معانا، فطبعا دي كانت يعني اعتقد ان
مش بتع... حتى احنا تعاقدنا انا وحسام، او احنا لما بنقعد في اي عشان نروح نتولى مهمه اي مكان، ما عندناش احنا الصعوبات ولا الحاجات اللي هي، لان احنا في البساطه موجوده عندنا وحسام، لان احنا بنحب الشغل، بنحب ان احنا عايزين ننجح، فحته اي تفاصيل دي مش في دماغنا خالص، غير ان امتى وازاي وترتيب ان ايه اللي هنعمله في المكان اللي هنبقى موجودين فيه، ولا دورتوا بقى على تفاصيل فدي مش مادية موجود ولا الكلام ده، ولا مفيش التفكير ده. من المهم خلالك حتى لو الاستاذ جمال، استاذ طبعا جمال علام طبعا، احنا لحد دلوقتي مع يعني العادي ما اتكلمناش في اي حاجه، ولا عارفين اللي موجود في العادي ايه، ولا لسه موافقين طبعا على اي العادي حاجه؟ ما انتوا ضناش، موافقين عشان في يعني؟ ناس بتجتهد، انا بتكلم في ناس بتجتهد كتير، بسمع حاجات غريبه جدا. احنا ولا احنا لسه لحد دلوقتي ما قعدناش تفاصيل العقد، ما عملناش خالص خالص، ولا اي قيمه ولا اي حاجه، عشان برضو دي من خلالك تبقى الناس عارفاها يعني. تمام. فكانت المواضيع مجرد انت بتتكلم بتحضر، يعني اول ما اتكلمنا بنتكلم هنعمل ايه الفتره الجايه، نعمل ايه ترتيبات، هنعملها ازاي، في دوره ان شاء الله بنسبه كبيره طبعا مع الاتفاق مع رئيس اتحاد الكوره طبعا الاستاذ استاذ جمال جمال علام كان واعضاء في مجلس قعده الاداره، النهارده. هنشوف ان شاء الله، احنا حسام ما عندوش مانع في المشاركه في البطوله ان شاء الله، واكيد جاي يعني بنسبه كبيره من الموضوع يعني خلصان ان احنا نبقى موجودين ان شاء الله بعد الاتفاق مع مجلس اداره اتحاد الكوره، ان هم موجودين في الدوره اللي هتبقى موجوده في الامارات، ودي فرصه كويسه انها يعني عايزين نشوف المجموعه اللي موجوده، عايزين يبقى في فكر، الفكر اللي حسام مع ان الفتره ضيقه، عايزين ان شاء الله بنحاول ان يبقى فيه قبلها برضه فرصه ان يبقى قبل ما نروح على البطوله على طول، يبقى فيه كام يوم ثلاثه يعني، هتشوف حسب يبقى في مع وقت زيادة شوية عشان مع الحاج اللعيبة. عامر مثلا، هنشوف ممكن يخلق لنا، لان طبيعي لازم على الاقل المجموعه اللعيبه يبقى فيه اكثر من تمرين، يعرفوا فكر الكابتن حسام شغله ايه. انا عارف طبعا احنا، انت مش غريب، انت مش راجل، انت راجل مصري وراجل، عارفين حسام حسن بالظبط، المجموعة اللعيبه اللي واسلوبه موجوده وخططه. وحسام حافظهم وعارف امكانيات اللعيبه اللي موجوده، فهتبقى الموضوع مش هيبقى صعب، بس برضه محتاج كام يوم عشان يعني قبل البطوله على الاقل 4 5 ايام مثلا، الشكل اللي هتلعب بيه، شكل الاداء اللي هيبقى موجود ايه. فدي نتمنى ان شاء الله للحاج عامر طبعا عليه مهمه كبيره ان يخلق لنا الوقت ده، طبعا عارف ظروف الدوري، استكمال الدوري هتبقى فيه صعوبة، بس على امل ان الحاج عامر ان شاء الله يوفق يعني. طيب ان شاء الله ده يحصل، وبطوله تبقى تجريبيه فيها 3 منتخبات، تونس وكرواتيا ونيوزيلندا، بطوله قويه جدا. ان شاء الله الكابتن حسام يقدر يقف على اللعيبه ويقدر يوصل فكره ليهم. الجهاز الفني بالكامل لم يعلن، وانه الناس برضو عايزه تعرف الجهاز الفني. هو طبعا المعلن لحد دلوقتي بعض الاسماء، كابتن طارق سليمان، كابتن سعفان، وحضرتك على رأس الجهاز طبعا مع الكابتن حسام. باقي تشكيل الجهاز الفني علشان الناس، لانه ما ظهرش لحد دلوقتي. يعني هو طبعا لحد زي ما انت قلت طبعا الكابتن حسام، وانا موجود مدير مدير المنتخب، منتخب، في كابتن طارق سليمان مدرب عام، تمام، وفي كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى، وفي وليد بدر المدير الاداري. هو في حته بنفكر لسه انا وحسام، ودي مش اهم حاجه، اهم حاجه القوام الاساسي للجهاز موجود، اللي هو ثابت مفيش اي دلوقتي بالظبط. مشكله، ما فيش مشكله فيه. لسه في بنتفق على باقي الجهاز، يعني بنشوف الانسب، بنشوف طبعا بالتنسيق مع الاتحاد، مع اعضاء مجلس الاداره ورئيس الاتحاد الاستاذ جمال، بحيث ان في فكر معين كده ان حد يبقى موجود، بحيث يبقى في خطه موجوده ان في حد ممكن يبقى يشتغل، يبص، يبقى عنده ياخد خبرات عشان يستفيد بعد كده صناعة كادر يعني، منتخب مصر. بتفكروا في صناعة كادر جديد، حد شاب يعني. يعني فهنشوف الانسب ايه، واهم حاجه هنشوف هنوصل لايه يعني الانسب. فاهم حاجه ان المجموعه اللي موجوده في شغلنا مجموعه متوافقه، مجموعه اللي جاي عارف كل عارف مطلوب منه ايه، لان مفيش وقت ومفيش فرصه ان ممكن حد يغلط يعني، من اقل يعني اصغر واحد في الجهاز سواء طبي اداري فني، ما فيش حاجه اسمها حد ممكن يبقى فيه خطا. احنا جايين مهمه رسميه، مهمه صعبه جدا،
مهمة ان انت بتلعب باسم بلدك، فمش هيبقى في حاجة، حتة الاخطاء دي مش موجودة معانا، مش هتبقى موجودة ان شاء الله. وبالتنسيق كل المطلوب ان شاء الله الفترة الجاية ان يبقى في تكاتف وفي كفاءة. يعني انا واثق من الناس اللي بره، الناس في الشارع، الجمهور بتاع اللي انا شفته واللي انا بشوفه بشكرهم تاني، وناس الشعب المصري الجميل المحترم طبعا اللي بيحب طبعا. حسام حسن وابراهيم حسن من قلبهم. الحب اللي موجود دوت حاجة بصراحة، انا يعني الواحد سعيد بيه قوي، وفعلا فعلا حاجة مؤثرة جدا، بنشوف في كل حتة رد الفعل، سعادة الناس اللي من الخبر او من التولي المهمة. فدي عايزة هادي، عايزين نهدي الناس دي، ده عايزين حقيقي، نعمل ده لهم حقيقي، اي احسن حاجة. ده حقيقي. وانا بعد ما ابقى اخلص مع حضرتك، احنا كان لينا كاميرا في الشارع برضو، نبقى ناخد راي الناس دليل على كلامك، ولكن برضو خلينا نكمل الجهاز الفني، الجهاز الطبي زي ما هو ولا في تغيير؟ يعني احنا لسه، انا لسه قاعد مع برضه مع الجهاز الطبي، الناس محترمه كلهم. انا عايز اشوف المجموعه اللي موجوده، اللي ينسب الانسب اللي ماشي مع شخصيتنا، اللي ماشي مع طريقه فكرنا، هيبقى موجود كلهم محترمين. فاكيد في فرصه لسه هقعد مع يعني انا بكره ان شاء الله هقعد مع الجهاز الطبي، في بعض الناس حتى في المجموعه بتاع الاعلام او الاداره او الاداريين الموجودين. بحاول ان انا قعدت النهارده معاهم وشفت مين الموجودين، وطبعا ناس محترمه وشباب محترم جدا. فبكره ان شاء الله هقعد مع الجهاز الطبي وان شاء الله اشوف، اتناقش معاهم واشوف خط دماغهم ايه، تفكيرهم ايه، بحيث ان يبقى كله في تناغم مع المجموعه كلها، ونفس الفكر اللي الكابتن حسام بيفكر فيه. البعض يا كابتن ابراهيم برضو بيصطاد كده في الماء العاكر، يعني زي ما بنقول بلغتنا. انا كنت بتفرج قبل ما ادخل على فيديو، فلقيت الكابتن حسام بيختار في التشكيل التاريخي لمصر، الكابتن حسام بيختاره كمدير فني، فلقيته مختار الكابتن محمد صلاح، كابتن محمود الخطيب، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن طاهر ابو زيد في الخط الهجومي. يطلع البعض يقول لك انه اصل العلاقه وصلاح يا جماعه، في فرق ان انا بقى طالع في برنامج وبتكلم او بحلل المباراه، وفي فرق بين مدير فني، علشان بس نقفل النقطه بتاعه اللعيبه المحترفه، وهذا الامر اكيد واصل لك يعني. ده نغمه غريبه جدا، مش عارف ليه الناس يا جماعه احنا دلوقتي الموضوع اسم مصر. هو لما في حد كل الناس بتبقى شايفه، لما احنا لما بنلعب ولا كنا بنلعب ولا اتخن لعيب في العالم، لما بنتكلم كل واحد بيتكلم ليه وجهه نظر، انما القيمه اللي موجوده، قيمه المجموعه اللعيبه اللي عندنا سواء المحترفين وعلى راسهم محمد صلاح، طبعا يعني قيمه كبيره جدا. فهو ليه الناس عايزه تعمل قلق في اي حاجه ليه؟ انا محمد صلاح انا وحسام لسه ما عدناش خالص معاه، ولا حتى شوف الحاجه الوحيده اللي كنا اللي كان فيه محاوله لما كان بيلعب في المقاولين، ان احنا كنا عايزينه واحنا ماسكين نادي الزمالك، هو عارفين اللعيب هايل لعيب، فما يعني حتى رؤيتنا كانت في محلها، لان بعد كده بقى محمد صلاح بقى يعني عمل تاريخ وعمل حاجه كبيره جدا طبعا. ليه ولمصر. فاي لعيب ليه قيمه زي محمد صلاح ومجموعه الموجوده المحترفين، بالظبط. الناس دي ليه محتاجين الناس دي ان هم يبقوا موجودين عشان يشيلوا الفتره الجايه. وكل لعيب مهم لازم يبقى ليه وضعه، ليه وليه باجتهاده في الملعب، وليه أداء تقيل في الملعب وبيفيد الفرقة. بالعكس أي لعيب يفيد منتخب مصر نشيله في دماغنا، أي لعيب، أي لعيب محلي محترف بره محترف داخلي. بالعكس مفيش أنا وحسام بنطير بأي لعيب، في بس إن يشيل الفرقة. فلما يبقى عندك محمد صلاح بقيمته والمجموعة اللعيبه، يعني انا مش عايز افصل ما بين اللعيبه، لان محمد صلاح واللعيبه كلها واحد. احنا بالظبط بالنسبه لنا في شغلنا انا وحسام ما بنعرفش ندلع، ما بنحبش ندلع حد، وما بنحبش ان احنا نقول لحد، بس بتدي لكل واحد قيمته. صح، اللعيب القديم، اللعيب اللي ليه قيمه، اللي عنده، اللي عمل تاريخ، اللي عمل شكل، ده لازم يتقدر، بس يتقدر في نفس الوقت يشيل معانا، يبقى بالظبط. موجود عشان يشيل المنتخب. فأي لعيب زي ما بقول لك محترف داخلي او خارجي او على رأسه محمد صلاح هيشيل، وهيشيل معانا. بالعكس ده هيشيله انا وحسام نشيله فوق دماغنا، بس مش من غير دلع، من غير دلع، بالظبط. بتعبك في الملعب بمجهودك. فاحنا ما بنعرفش انا وحسام في شخصيتنا
ما بنعرفش نفرق بين حد بين حد، بنفرق من باللعيب اللي بيشيل، اللعيب اللي عايز، اللعيب اللي هو فيه شراسه فيه قوه، اللعيب اللي هو بيتمناه الجمهور، اللي هو رد الشارع بتاعنا عايز، رد فعل الجمهور بتاعنا، اللعيب اللي عايز قلبه قوي وحامي وروحه على الفرقه وخصوصا منتخب مصر. بالظبط. ده في حد يزعل يبقى عنده لعيب يكسبه؟ مش بالعكس. فحته ان محمد صلاح او غيره كل اللعيبه دي لها احترامها وكلها تقديرها، ويبقى الواحد سعيد ان عنده واحد بامكانيات محمد صلاح. فالناس اللي هي عماله تعيد وتزيد. الناس اللي هي في عايزين يعملوا مشاكل على الفاضي، وعايزين بالعكس يعني في تواصل، هيبقى في تواصل مع محمد صلاح، وفي مع تريزيجيه ومع حجازي مرموش ومش عارف ده والنني مرموش وحجازي كل وكل الناس. الناس اللعيبه اللي بره، واللعيب اللي احنا شايفينه واقف جاهز هيبقى موجود. مش انا مش في شغلنا لو لعيب مش جاهز مش هجيبه على حساب بلد. يعني اللعيب اللي مش جاهز سواء جا داخليا او خارجيا مش هنجيبه وهنحطه في الفرقه او يشتغل على حساب لعيب يجتهد حتى لو هو في الدوري المصري. صح. احنا الشخصيه اللي هتشيل المنتخب ولا هتجتهد هو اللي هيبقى موجود في الملعب. العدل العدل. انما احنا انا وحسام ما فيش بيننا وبين اي حد حاجه يا جماعه. يعني احنا في واحد ما قعدتش معاه ولا شفته ولا لعب ولا عملت ولا اي حاجه، ليه بتخلقوا مشاكل بين الناس؟ فالموضوع ده مقفول. بقول للناس دي اللي هي عايزه وراش حاجه غير الخراب تهدى شويه، لان احنا ما عندناش اي مشكله انا وحسام مع حد خالص ولا اي لعيب، وعلى راسهم محمد صلاح ما فيش اي حاجه خالص. إذن انت دي لما دي بتقعد رسالة. في البيت او بتقعد في التلفزيون او بتحلل، لما بتقول النهارده ده وقت النهارده ده ما كان كان النهارده ما يعني ما كانش كويس قوي، او كان هي دي حاجه وحشه لما انت تقول اللعيب ده كان النهارده كان قليل، او اللعيب ده كان اعلى، او اللعيب ده في مستواه، او اللعيب ده مش في مستواه. دي بتقل او دي شتيمه لحد؟ لا طبعا بالعكس انت لا راجل طبعا. حتى وانت بتحلل هيك. فهم عايزين يخلوك تخش في مشاكل، في ناس حابه كده. انما عشان برضو الخص الموضوع عشان طولت فيه قوي، لا خد راحتك. محمد صلاح وكل اللعيبه المحترفه كلهم كلهم بتريزيجيه مرموش مش عايز انسى حد طبعا، باللعيبه المصريه اللي موجوده جوه مصر، بلعيب زي محمد بقى، زي في لعيبه هايله في مصر، رمضان صبحي، الناس دي كلها، حسين الشحات، اللعيبه مهمه جدا. كل اهميه اللعيبه كلها واحد. وانا وحسام ما بنفرقش في شغلنا ما بين لعيب والتاني الا بمجهود. فان شاء الله الحمد لله المجموعه اللعيبه دي كل الحب والتقدير ليها، وكلهم في حضننا، وكلهم لان احنا كلنا عايزين نعمل حاجه واحده، وزي ما قلت لك لعيبه وجهاز ومجلس اداره، وبعد كده على راس المجموعه دي الجمهور المصري، عايزين نعمل حاجه كويسه، عايزين نشتغل بحاجه تليق باسم مصر، والتوفيق ده بتاع ربنا. عشان كده عايزين نصفي النوايا، مطلوب جدا جدا نصفي النوايا، سواء في اعلام، سواء في ناس مختصين في المجال بالكورة، مجال لأن الجمهور بيدعمكم. كل أنا حاجه. فاهم قصد حضرتك. واتمنى ان اذا واتحاد الكوره اتفقنا ان يبقى كلنا معانا في ظهرنا، والناس الحمد لله في احترام وفي حب معانا، وطبعا من خلالك طبعا يعني بشكرهم على البعض كان بيتكلم برضو على علاقتك بأستاذ جمال علام، النهاردة الصور بتوضح علاقة طيبة، علاقة محترمة. ما انا بستغرب علاقه الراجل معانا من ساعه ما قعدنا اول مره، وفي على توافق وعاملين نتناقش في كل حاجه، مفيش اي حاجه خالص من اي حاجه، مفيش اي مشكله حصلت في اي كلام، ولا جبنا سيره حاجه ولا عملنا حاجه، غير ان احنا ازاي بنتفق الفتره الجايه على المعسكر، على الدوره الوديه اللي هتتعمل، على الماتشين اللي هيبقوا في شهر 6 في مهمين جدا، على الاجهزه كلها اللي موجوده، على مين مناسب يبقى موجود. طبعا في اتفاق على الهيكل الاساسي اللي زي ما قلت لك للجهاز، بالظبط. مفيش اكتر من كده. بس انا عايز برضو من نقطه طبعا عشان ما انساش وكنت عايز اتكلم فيها في الاول، طبعا بشكر فيوتشر دكتور وليد دعبس. لسه هاجي لك. اتفضل اتفضل. لو هتتكلم على فيوتشر ودكتور وليد دعبس كنت لسه هروح لك في السؤال، ولا تشكر حد تاني؟ طبعا الدكتور وليد دعبس راجل جميل محترم، زي ما اتكلمت قبل كده وهقول تاني، فكر عالي جدا، عايز يعمل حاجه، صرح كبير جدا، متوافق معاك في الفكر بصراحه. يعني كان نفسنا نبقى طبعا نكمل معاه، ومشكور ان هو سمح ان احنا
ان طبعا دي مهمه، المنتخب مصر دي مهمه قوميه. بشكره على كل حاجه بصراحه، وعلى التعامل والاحترام، وطبعا وهيثم عرابي طبعا. وهيثم عرابي وعلاء ميهوب المحترمين. وبشكر برضو المهم جدا الحاجه اللي احنا اتاثرنا بيها انا وحسام، لاول مره نتاثر في مجموعه لعيبه، الاحترام والالتزام والنظام اللي كانوا موجودين، ولعيبه عايزه تبقى تعمل حاجه. لعيبه فيوتشر كلهم يعني من المرات برضه القليله جدا انك تلاقي لعيبه كلهم ما فيش حد فيهم يعني في نص او ربع مش تمام، مش ماشي مع المجموعه. فعشان كده انا بتمنى لهم التوفيق، وانا عارف ان هم هيعملوا حاجه كويسه الفتره الجايه، لان مجموعه لعيبه كويسه، امكانيات مجلس اداره برئاسه الدكتور وليد مع هيثم مع علاء ميوب، الناس مع طبعا الجهاز اللي ربنا يوفقهم اللي هيبقى موجود. فبتمنى لهم التوفيق، وبشكرهم جدا على الفتره القصيره اللي كانت موجوده. انا وحسام كنا متاثرين جدا جدا في اليوم اللي احنا كنا بنسلم على اللعيبه طيب والاداره. ده مهم جدا، وكانت رسالة واجبة على ان هم راعوا دايما الدور الوطني واعلنوا ده. سؤال اخير لازم اساله لك، يعني انه انتوا هتحاسبوا على فاتورة مش بتاعتكم، الا وهي انه بقالنا 3 4 بطولات بنلعب باعمار كبيرة جدا، الاعمار كبرت، وصلنا الى انه المعدل العمري للمنتخب المصري كان الاكبر في هذه البطولة الاخيرة في كوتيفوار. انتوا مطالبين، عندنا بطولة افريقيا في المغرب، تصفيات كاس العالم، هتعمل المعادلة دي ازاي؟ والتوازن بتاع الاحلال والتبديل او الاحلال والتجديد في الفرقة هتعمله ازاي؟ ما دي النقطة اللي برضه اللي كنت عايز الناس لا، ما انا مش هسيب لك نقط عايشة لما معايا. تتكلم فيها النهاردة، ما النقطة دي تقلقش. النقطة مهمة جدا، احنا مهمة صعبة، مهمة صعبة جدا جدا، وحمل كبير جدا. فانك الفترة الجاية مطلوب منك انك في خلال هتلعب ان شاء الله ان شاء الله كأس عالم 26 قدامك في سنتين، في معدل العمر بتاع اللعيبه اللي موجود، في اللي عنده 34 هيبقى عنده 36، واللي عنده 32 هيبقى 34. موضوع صعب، فمش مش مش اللي هي مش نزهه. الموضوع انك انت تولي منتخب مصر مش جايين نتفسح، يعني موضوع صعب قوي. موضوع صعب انك انت هتشتغل وهنشتغل وتشتغل صح، انك انت لازم يبقى في مجموعه تانية، مجموعه لعيبه تشتغل مع المجموعه القديمه على قد ما تقدر، انك بتوصل بيهم واللي واقف على رجليه تحافظ عليه يبقى موجود. حتى انا مهتم حته السن دي ما بتفرقش معانا خالص، اللعيب اللي بقى اداؤه، اللعيب اللي واقف على رجليه في الملعب هيبقى موجود. بس زي ما بقول لك، انت لازم تبقى عامل حسابك ان في لازم تطلع لعيبه تاني، ولازم تشتغل على المنتخب الاولمبي مجموعه لعيبه محترمه. لازم يبقى في فكر كده حسام، انا وهو مع بعضينا مع الجهاز الموجود هنبتدي نشتغل دي، عشان ما تجيش تتفاجئ انك بعد سنه بعد سنتين هتلاقي بعض اللعيبه الامكانيات البدنيه بتاعتهم هتقل. فلازم يبقى في البدايل، لازم الرؤيه بتاعتك تبقى على مدى اطول. فدي كلها ان شاء الله يعني ليها حساباتها، وزي ما بقول لك اللعيب اللي بيحافظ على نفسه اللي هو واقف على رجليه مهما كان سن هيبقى موجود. انما هتشتغل زي ما بقول لك ان يطلع وتبص على المنتخب الاولمبي، وتبص على مجموعه اللعيبه، عندك مواهب كتيره في مصر، عندك في لعيبه ما كانتش المنتخب ما استغلهاش الفتره اللي فاتت في كاس الامم لاسباب معينه، لاسباب دي المفروض ان شاء الله يوفى رجليهم موجودين المصابين اللي موجودين، هنطلع في الاخر المجموعه الانسب واللعيب الانسب لمنتخب مصر. وصدقني باذن الله مش هيبقى متواجد في منتخب مصر الا اللي واقف على رجليه واللي عايز واللي قلبه ميت، مفيش مجال للدلع. يعني انا يعني هم الناس اللعيبه اللي اتعاملت معانا واللعيبه اتفرجت علينا حتى اللي ما اتعاملتش معانا، احنا ما عندناش، مش هنطبطب على حد، مش هطبطب على لعيب. اللعيب اللي عايز، لان انا مش هطبطب، انا مش بلعب في نادي هدلعه عشان ماضي عقدي وبتاع، لا مش هتدي، مش هتبقى في جدعانه ورجوله، مش هتبقى موجود. وهلعب باي حد، وهلعب لو لعيب صغير لسه ما لعبش ماتش دولي بس واقف على رجليه وعايز هيبقى موجود. انما اللعيب اللي حاسس ان هو عمل وهيعمل ومزاجه مش هتبقى موجود. انا بقول لك دي بصفه شخصيه ابراهيم حسن، اللعيب اللي هيبقى موجود في منتخب مصر لازم ياكل النجيله،
لازم يبقى سعيد ان هو جاي معسكر منتخب مصر، لازم يبقى في فرحه فظيعه ان هو موجود في ال 11 او موجود في ال 23 او هينزل ياخد حتى لو ياخد 5 دقائق. انما خلاص الناس تعبت، الجمهور المصري تعب من يبقى النهارده ايه مستوى المنتخب المصري ايه بالصدفه. مش عايزين نلعب بالصدفه، انا عايز يبقى علينا شكل، عايز يبقى ليه قوام محترم، 11 راجل في الملعب، عايز ياكل النجيله زي ما قلت لك. بس هو ده شغلنا وهو ده اللي احنا اتعودنا عليه انا وحسام، لان دي امانه. انا مش زي ما بقول لك تاني، انا مش بدلع في دوري، ممكن النهارده وحش بكره اللعيب ده مش عايز يلعب لا، اللي مقصر معدي مش هيستنى حد يتدلع. فان شاء الله هنعمل علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا. والجهاز الفني برضه يا كابتن ابراهيم في تشكيله حلوه، يعني لما تبص كابتن سعفان في حته الحراس، خلينا في الحته الدفاعيه كابتن ابراهيم لما يتكلم مع الباك اليمين والدفاع بحتته، كابتن طارق سليمان في خط النص، كابتن حسام في الهجوم. طبعا كابتن حسام كل الفنيات عنده، بس تنميه بعض اللعيبه وتطوير، لانه اللعيبه كان فتره برضه ثابته عند نفس المستوى، فده هيفرق انه التكامل في هذا الجهاز يعني. يعني اكيد طبعا، يعني وحسام على فكره حسام اصلا ما يسيبش اي تفاصيل، سواء مع الديفنس، سواء مع الملعب بالظبط، الفراود الموجودين. هو الحمد لله في امثال كتيره لعيبه في مصر حسام كان بيعلمهم الوقفه ازاي، سواء لعيب نص ملعب، سواء لعيب جناح، سواء لعيب في راس حربه. فهي القصه كلها منظومه متكامله، مجموعه الجهاز اللي معاك. تاني بكرر، مش هيخش الجهاز الا لما يكون واحد اخلاص، واحد عارف شغلنا، واحد يبقى مركز، مفيش واحد يشت. لان زي ما بقول لك، لو عامل في الفريق ممكن مش كويس او مش ماشي مع المنظومه بتاعتكم، دي مش هيبقى موجود. اي حد هيعطل مصير منتخب مصر الفتره الجايه مش هيبقى موجود، سواء لاعب سواء جهاز سواء اي حد. فاحنا دي مهمه، واحنا مش مع يعني ثقه الناس اللي احنا شايفينها في عين الناس وفي الشارع، اللي احنا ما امانه امانه في ايديكم، امانه والله والله بنوعدهم، وهم عارفين شخصيتنا. ما هنعمل حاجه الا لصالح الناس دي وصالح مصر. فان شاء الله دي، لان ده حمل كبير جدا، وامانه لازم ان شاء الله نحفظها، ولازم نعمل بيها، ولازم نأديها بشكل كويس ان شاء الله. طيب عشان انا طولت عليك سامحني، ولكن كنا حابين مش هتظهر كتير، ولكن في النهايه كابتن حسام والكابتن ابراهيم انا عارف ان هم لا بيلعبوا ضد بعض ولا بيفترقوا، صح ولا غلط؟ طبعا ما ينفعش، ما ينفعش ولا بتلعبوا حتى طاوله؟ ما لا ما طاوله يبقى هنقعد نكمل بقى، ما بتلعبوش ضد بعض، شهر نلعب طاوله، لان ما حدش، ما ينفعش حد يخسر للتاني. طيب هو كده باعك ومسافر النهائي وجات له دعوه لوحده كده، دي اول بيعه صح؟ دي اول بيعه كده اهو. لا لا، ما دي مش يعني، دي الاتحاد الافريقي طبعا بعت له دعوه طبعا يحضر النهائي طبعا كاحد اساطير القاره، اهي على الشاشه معانا. فطبعا تم طبعا سفير لمصر بتاريخه، تقدير الناس بره ليه، وتقدير الاتحاد الافريقي واتحاد دولي، وقبل كده كان مع الاساطير في كاس العالم في روسيا مع الاساطير بس، وكان مجموعه لعيبه من ارقى واشهر لعيبه في العالم، كان بيليه وكان مارادونا قبل ما يتوفى، ده حقيقي كان في روسيا، وكان فان باستن، وكان سامويل ايتو، عشان ما ننساش حد يعني، مجموعه معينه، ورونالدينو وحاجات كده، واعتقد رونالدو برضو، ما كانش اي حد، مش اي لعيب كان موجود. فحسام كان موجود في الحمد لله في كل تاريخ المحل. كبير طبعا، تاريخ كبير. فحسام سفير الحمد لله، وتاريخ، وتعمل له في المتحف في افريقيا تمثال ليه، من ضمن الناس الاساطير في افريقيا. فالحمد لله يعني، هيجي طبعا ان شاء الله نبتدي الفتره الجايه شغل جامد جدا الفتره الجايه، عشان منتخب مصر، عشان مهمه اللي زي ما اقول لك، اللي هي امانه في لعبتنا يعني. يا كابتن ابراهيم انا اولا بشكرك على سعه صدرك، نمرة واحد. نمرة اتنين، لو أنا ما سألتش حضرتك في أي سؤال، أو حضرتك عندك أي رسالة عايز توجهها اتفضل. رسالة للناس تاني هكررها، الناس عايزين نبقى كله إيد واحدة، جمهور أنا عارف الجمهور يعني الحمد لله صافي، إعلام صفو النية،
ان شاء الله الاعلام كله داعم ليكم وفي ظهركم ان شاء الله. الناس الاعلاميين بعض الاعلاميين اللي في سواد يهدى شويه لان احنا مصر بنلعب اسم مصر. ان شاء الله تكاتف مجلس اداره اتحاد الكره اللقاء اللي احنا شفتوه قعدنا معاهم اكتر من مره، الناس التعامل جميل جدا وعايزين يعملوا لنا اي حاجه. فكل المنظومه دي كل المنظومه دي عايزين لو سمحتوا نشيل اي سواد من القلوب ونصفي النيه عشان ننجح منتخب مصر، لان في الاخر خالص هو الحاجه المزاجيه للناس في الشعب المصري اللي بيستمتعوا بيها الكوره ومنتخب مصر. وداخلين على اهم فتره، الفتره اللي جايه دي فتره الماتشات اللي هي الحاسمه في تصفيات كاس عالم، بعد كده استعداد لكاس امم، بعد كده 25. ففي واحنا موجودين، احنا ناس واضحين قدامكم، حسام حسن وابراهيم حسن ما بيعرفوش حاجه غير ان هم عايزين ينجحوا وعايزين يكسبوا، ما بنحبش حاجه غير كده. فاتمنى ان يبقى في تكاتف، الناس اللي في اي كره اي حاجه اي حقد اي حاجه ان هو عايز يعطل المسيره يبعد ويصفي نيته. واحنا بالمجموعه باللعيبه واتحاد الكوره والاعلام والتكاتف الفتره الجايه ان شاء الله هنبقى حاجه كويسه قوي باذن الله. ونوعدهم ان انا وحسام هنخلص النيه جدا جدا جدا، ومش هنشتاق تاني، مش هنعمل حاجه اي حاجه هتبقى محصوره بضمير وحته ظلم حد ولا حد ولا حته ان احنا حد حاسس ان عم بيعمل عليه وما خدش حقه، مش هتبقى موجوده. لازم اللي بيشتغل هياخد حقه ان شاء الله، وده وعد مني انا وحسام ان شاء الله. ان شاء الله. وكده المؤتمر للاعلان عن الجهاز الفني يوم 14 زي ما انا عرفت فبراير، مظبوط؟ ايوه تمام كده. عشان يكون كابتن حسام رجع، حسام رجع والاستاذ جمال العلام برضه هيبقى موجود مع الكابتن حسام في النهائي. في النهائي موجود. فباذن الله يتعمل المؤتمر 14 في يوم 14، وبعد كده ان شاء الله كده احنا بدانا المهمه يعني. تمام بس عشان تبقى رسمي في مؤتمر صحفي والناس الاخوه المحترمين الصحفيين يبقوا الامور قدامهم كلها يعني ان شاء الله. كلنا في ظهركم يا كابتن ابراهيم، وانا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليكم، شكل لذوقك، شكل. الف شكر. ودي كانت مداخلتنا المهمه في الظهور الاول للجهاز الفني لمنتخب مصر ممثلا في الكابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب.